مساء الخير مشاهدي قناة الصحة والصحة والجمال، واهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم مع النجمي. في البداية اسمحوا لي ان انا اوجه الشكر والتحية للاستاذ ممدوح النجمي ولكل اسرة البرنامج على هذا البرنامج، ولكن بعتذر في البداية عن عدم تواجد الاستاذ ممدوح النجمي وذلك الظروف خاصة به، ونتمنى ان هو يكون بخير وان شاء الله فريق الاعدادي يتواصل بحضرته ونشوف ظروفه. طبعا النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا. في البداية عايزة اقول ان برنامج مع النجمي دايما بحقق نسبة مشاهدة عالية جدا، ومن اكثر الحلقات نسبه المشاهده هي حلقات الدكتور محمد عبد المعطي، علشان كده لابد ان احنا نسعى للقاء مع الدكتور محمد عبد المعطي مره اخرى. والنهارده هنتكلم عن حلول كثيره، حلول بتهم بعض كثير من الناس. الحلول دي بتهم قطاع كبير من الجمهور، وهي مشاكل بتخص معظم الاسر العربيه، وليس العربيه فقط بل المصريه وكل الاسر العربيه. دلوقتي معانا الدكتور محمد عبد المعطي، هنتكلم معاه عن موضوع مهم جدا وهو موضوع التأخر الدراسي. في تساؤلات دايما بيبقى عندنا، اللي هو ليه ابني مثلا مش مستوى ذكائه كويس، ليه ابني الكبير اذكى من ابني الصغير، ليه مثلا انا ازاي انمي ذكاء ابني في البيت، لازم اوديه للدكتور ولا لا؟ كل ده هنعرفه اكثر مع دكتور محمد عبد المعطي، ولكن بعد الفاصل انتظرونا. رجعنا لكم بعد الفاصل، ودلوقتي معانا دكتور محمد عبد المعطي. بنرحب بكم من جديد، وبنرحب بدكتور محمد عبد المعطي استشاري مخ واعصاب واضطرابات السلوك عند الاطفال والطب النفسي وعضو الجمعيه المصريه الاكلينيكيه للجهاز العصبي. اهلا بك يا دكتور. اهلا بك شدر، منورني. الله يبارك في حضرتك. النهارده يا دكتور عندنا موضوع التاخر الدراسي دايما بيشغلنا كتير، دايما اولياء الامور بيسالوا مثلا ليه ابننا مثلا متاخر دراسيا، ليه ابننا مش بيبقى تركيزه كويس. عندنا اول حاجه عايزين نعرف من حضرتك، يعني ايه مفهوم التاخر الدراسي؟ قبل ما نعرف ايه مفهوم التاخر الدراسي، احب اشكر حضرتك على المقدمه الجميله دي. ميرسي خالص حضرتك، وشرف عظيم لي ان انا ابقى مع استاذ نرمين المهندس مرسي في هذا البرنامج. وبنحب نوجه الشكر للحاضر الغائب الاستاذ ممدوح النجمي، اكيد واحنا خسرنا وجه جميل للاستاذ ممدوح في هذه الحلقه، اكيد في اللقاءات الجايه ان شاء الله ان شاء الله نشوفه في اقرب فرصه باذن الله ان شاء الله. نرجع للموضوع بتاع التاخر الدراسي. التاخر الدراسي عند الاطفال موضوع مهم جدا، موجود عندي وعند حضرتك وعند السادة المشاهدين كلهم. ومن أهميته، ده موجود من قديم الزمن، ومن أهميته كمان إن القرآن الكريم اتكلم عنه في سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق الله العظيم. فنبدأ نتكلم بقى على موضوع التأخر الدراسي عند الأطفال. معنى التأخر الدراسي عند الأطفال، إيه معنى التأخر الدراسي عند الطفل؟ معناه ان طفلي او طفلك عنده التحصيل الدراسي بتاعه اقل من الطفل الطبيعي. طيب. نعرفه ازاي؟ احنا بنلاقي التحصيل الدراسي في الامتحانات اقل من المستوى المتوسط، يعني الطفل بيجيب اقل من 50%. كده ابدا اشك ان طفلي عنده تاخر دراسي. ان الطفل بتاعي لما احب اقارنه باقرانه في المدرسه او في الحضانه بلاقيه اقل من اقرانه، ده طفل عنده تاخر دراسي. في تاخر دراسي من نوع تاني، ان ممكن طفل يكون كويس جدا وفجاه السنه اللي بعدها بدا يتاخر دراسيا. ده كده انا عرفت يعني كلمه تاخر دراسي عند الاطفال. طيب هل لو مثلا الطالب مثلا ضعيف في ماده معينه مثلا زي اللغه العربيه، ده هل نوع من انواع التاخر الدراسي ولا لا يشترط المفروض التاخر الدراسي ده في كل المواد؟ يعني ما فيش شرط اسمه التاخر الدراسي في كل المواد. تمام. التاخر الدراسي ممكن يكون في كل المواد، ممكن يكون في ماده واحده بس. يعني في طفل عندي ممكن يكون عنده مشكله في اللغه العربيه بس، في ممكن يكون طفل عنده مشكله في الرياضيات. عشان خاطر السؤال ده احنا بنقسم التاخر الدراسي لاربع حاجات. طيب. في حاجه اسمه تاخر دراسي عام، يعني الطفل عنده مشكله في كل المواد، عربي والانجليزي والحساب، وده في الغالب بتبقى نسبه الذكاء بتاعته اقل من النسبه الطبيعيه، يعني اقل من 85%. في حاجه ثانيه اسمه تاخر دراسي خاص، دي انواع التاخر الدراسي يعني. بالظبط، دي انواع التاخر الدراسي. في حاجه اسمه تاخر دراسي خاص، وده تقريبا في معظم البيوت عندنا في مصر، ان الطفل ممكن يا دكتور متاخر في العربي بس. طيب. بس شاطر في الحساب، او متاخر في حساب، يعني متاخر في ماده واحده بس. ومن ضمن التقسيمات برضه التقسيمه الثالثه، ان حاجه اسمها تاخر دراسي دائم، يعني الولد من ساعه ما بدا دراسه لغايه 4 5 سنين بعد كده لا متاخر دايما. ودي مشكله كبيره طبعا. في حاجه اسمها تاخر دراسي موقفي، يعني ليه علاقه بالموقف، وده اللي مهم جدا جدا بنلاقيه، ان حصل موقف معين لا قدر الله، وفاه احد حد مهم في الاسره، او ان الطفل تكرر. بس ده بيبقى مرحله معينه. ما هو اسمه موقفي، ليه علاقه بالموقف. بياخد فتره صغيره وبيخف. اوكي. وفاه حد من الاسره. لا قدر الطفل رسب في الرياضيات سنه في اتنين في ثلاثه، خلاص كره الرياضيات، فحصل له في مشكله موقفيه. تمام. طب عايز اعرف ايه الفرق بين كلمه تاخر دراسي وفرق بين اقول ان طفلي ده عنده بطء في التعلم؟ تمام.
احنا اتكلمنا عن التاخر الدراسي تعريفه بطء التعلم. الفرق بينه وبين التاخر الدراسي باختصار شديد جدا ان بطء التعلم معناه ان الطفل الاستيعاب والفهم بتاعه ابطا من الطفل الطبيعي. يعني حضرتك لو الطفل الطبيعي شرحت له اسبوع، الطفل اللي عنده بطء في الدراسه لازم ياخد شهر عشان يفهم او يستوعب الكلام ده. هو طفل سليم بس عنده بطء، هذا الطفل محتاج مني مجهود زياده خالص، محتاج مني عدد ساعات مذاكره اكتر من الطفل العادي، محتاج مني تركيز اكتر من الطفل العادي، محتاج مني اساليب شرح اكتر من الطفل العادي، بس هو طفل سليم جدا. على العكس الطفل ده ممكن الاقيه في اي مجال تاني ممتاز خالص واحسن من اطفال تاني. المجال الفني ممكن كويس، ممكن يدرس مع الطلاب في المدارس ولا هيدرس كويس جدا، بس هو ابطا شويه، محتاج مني شويه مجهود زياده. تمام. المشكله بقى انت حضرتك قلتي حاجه مهمه، قلتي ممكن يدرس مع زمايله، هي دي اللي نقع فيها احنا عندنا. ان احنا ممكن الام او الاب يبدا يهمل فيه، ده طفل ما فيهوش امل، ده طفل ضعيف، ابدا اسيبه خالص، الطفل يبدا دراسين يتاخر زياده ويبدا يضطرب نفسيا ويبقى فاشل جدا، وندخله في قصه تانية على الرغم ان انا ممكن اجتهد معاه جدا. تمام. طيب احنا بنعرف حاجه اسمها اختبارات الذكاء. اختبارات الذكاء دي لو انا عملتها لطفلي وطلع اختبار الذكاء مثلا نسبته قليله، هل ده مثلا اعرف كده ان طفل عنده تاخر دراسي، ولا ده ما يفيدنيش اختبار الذكاء في المعرفه انه عنده تاخر دراسي ولا لا؟ تمام. اختبار الذكاء حاجه مهمه جدا لتشخيص التاخر الدراسي. وفي الاول يعني اختبار الذكاء في الاول ايه الذكاء؟ الذكاء هو القدره على الاستيعاب والفهم. كل ما كان الطفل اكثر ذكاء كل ما كان عنده قدره اكتر على الاستيعاب والفهم. تمام. عشان كده بنلجا احنا لاختبارات الذكاء. اختبار الذكاء المتبع في هذه الايام حاجه اسمه اختبار ستانفورد بيني الفئه الخامسه، وده بيقسم لي الدرجات الطلاب او الناس اللي تحت الاختبار من 85% الى 114، ده طفل طبيعي جدا. اوكي. اقل من ال 85 لا ده فيه ضعف، فوق ال 114 ده طفل عنده موهبه وانميها. ايه اللي بستفيده حضرتك من اختبارات الذكاء؟ ليه بنعمل اختبارات الذكاء؟ بعمل اختبار الذكاء رقم واحد عشان اعرف قدرات ابني الذهنيه، وعلى هذا الاساس اشوف تحصيله الدراسي. يعني لو طلع اختبار الذكاء بتاعه اقل من المتوسط، لا ما املش ان طفلي يكون عالم وما اضغطش عليه. بس استاذن حضرتك يا دكتور، معانا الاستاذ ممدوح دلوقتي، اتصل الفريق اعداد بيه. اهلا بيك يا استاذ ممدوح، الاعلام الكبير طبعا اللي كان نفسي يكون متواجد معايا النهارده وافتقدته فعلا في البرنامج لان هو مؤسس البرنامج مع النجمي. اهلا بيك يا استاذ ممدوح. اهلا بيك يا استاذه نرمين، واهلا بالساده المشاهدين. حقيقي افتقدنا غيابك ويا ريت تكون اتفضل يا استاذه نرمين. بعد اذن حضرتك ارحب بصديقي العزيز الاستاذ الدكتور محمد عبد المعطي. يعني انا سعيد جدا، وهو في يعني رسائل كتير جدا من الحلقتين السابقتين اللي اجرتهم مع الاستاذ جهاد حمدي. انا اسعد يا استاذ ممدوح. لقينا حتما ولزاما ان هو يكون موجود معانا النهارده، وباذن الله نستاذنه يكون معانا في حلقات قادمه باذن الله. ده يشرفنا اكيد. احنا يشرفنا جدا. احنا افتقدنا غيابك النهارده، عايزين نعرف ان شاء الله الظروف خير يعني. ربنا يخليكم. أنا يعني أولا اسمحي لي عبر شاشة الصحة والجمال. أتفضل. وأنا ابن للصحة والجمال، أشكر الأستاذ عبد الحميد توفيق رئيس القناة، والأستاذ أخويا الكبير خالد الناطر المدير المالي، والمخرج الجميل الأستاذ وليد مع حضرتك مخرج الهوى، وبرضه أسرة برنامج مع النجمي الأستاذ تصوير ومونتاج الأستاذ شريف طه، هو رجع من السعودية قريب كده يعني، ما نقول له الحمد لله على السلامة، وزميلتنا الأستاذ جهاد حمدي، وأنت يا أستاذة نرمين أتمنى لك التوفيق من عند ربنا. يا رب خليك مجتهدة ونشيطة، وربنا يوفقكم. وأنا مش عاوز أطول عليكم. شكرا خالص يا أستاذ ممدوح. أتمنى لكم حلقة سعيدة موفقة بإذن الله، وتحياتي لحضرتك ولضيفك الكرام والسادة المشاهدين وللدكتور محمد عبد المعطي ولجميع المشاهدين بتوعنا وبتوع مع النجم وبتوع الصحة والجمال. وبعد كده إن شاء الله هيكون لنا شرف لقاءات تانية بإذن الله. إن شاء الله يا أستاذ ممدوح، وعايزين إن شاء الله تكون موجود معنا في الحلقات القادمة، وإحنا مفتقدينك فعلا، وأكيد هتنورنا في الحلقات القادمة لأن ده برنامجك وإنت حضرتك المؤسس ليه، وده شرف ليا إن أنا أكون متواجدة معاك في البرنامج. ميرسي خالص. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي. أنا أولا سعيد بيك يا نرمين النهاردة معانا. ميرسي خالص. تشرفينا النهارده، هتبقى حلقه اكثر من رائعه ان شاء الله، وان شاء الله ربنا معاكم. وبعد كده يعني يا دكتور محمد انا عايز اتكلم، بس انا عايز اتكلم بس مش قادر، مش انا عايز اسمع صوت سعادتك والله. لا اتفضل يا دكتور. انا بشكر معاليك على الدعوه الكريمه ان انا ابقى موجود هنا،
وانا كان نفسي جدا 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 ان سعادتك تبقى معانا، بس استاذ نرمين يعني ممتازه جدا طبعا، وان شاء الله اشوف سعادتك في اقرب وقت باذن الله. وانت يا استاذ ممدوح من الناس المؤثره جدا عندي، وبتدي دعم لكل الناس، ويعني تقريبا كل الناس بتتكلم عن حضرتك، واحنا افتقدناك اليوم يا استاذ ممدوح بجد والله العظيم. ربنا يخليك يا دكتور. انا هو لظروف خاصه يعني للشديد الجوي زي ما بيقولوا عندنا في الصعيد، انا عارف اللي هو منع تواجدي معاكم النهارده، لكن ان شاء الله في حلقات قادمه باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله حلقات كثير باذن الله. ان شاء الله يا استاذ ممدوح، شكرا خالص، واحنا متمنين الحلقات الجايه تكون متواجد معانا. حضرتك يا استاذ منين، والضيف الفقره الثانيه برضو الفنان الممثل الجميل الرائع الاستاذ خالد ابراهيم، واتمنى لكم التوفيق وان شاء الله حلقه موفقه. شكرا شكرا خالص. شكرا. نرجع لك يا دكتور، وكنا بنتكلم على ان اختبار الذكاء ممكن يحدد لنا ان الطفل مثلا متاخر دراسيا ولا لا. اللي عايز اعرفه، انت قلت لي في نسب معينه يعني كل اعرف ازاي ان الطبيعي ليه نسبه معينه، هل مثلا لو كانت النسبه اقل من الطبيعي يعني قليل خالص عن الطبيعي وانا شايفه ابني متاخر دراسيا، ده دليل ان ابني كده زي ما بنقول فاشل ومش هينفع خالص ومش هينفع انميه في الذكاء تاني؟ يعني احنا المشكله دي عندنا دايما بنقول لما بنلاقي الطفل مثلا متاخر دراسيا نقول لا خلاص هو لا ابني كده، اولاد مثلا الامهات التانيه لا كويسين وشاطرين، ايه الحل في كده؟ تمام. معنى ان الطفل اختبار الذكاء بتاعه طلع اقل من الطبيعي مش معنى ان ابن حضرتك فاشل خالص. اوكي. ممكن الذكاء ده يترفع. انا عايزه التركيز على دي لان طبعاً دايما الامهات لما بتشوف طفل مثلا مش مستجيب معاها لا ابني فاشل خلاص، احنا عايزين نركز على الجزئيه دي. هو لو حضرتك اختبار الذكاء طلع ابنك فاشل يبقى الحلقه بتاعتنا ملهاش لازمه. يبقى ما حدش يعمل اي ابحاث في 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 في, 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 في التاخر الدراسي. لا طبعا، طفلك لو متاخر في الـ في, الـ في الاختبار الذكاء بتاعه او عنده ضعف في التحصيل الدراسي اقدر ازود الذكاء بتاعه طبعا، اقدر ازود التحصيل الدراسي، بس اهم حاجه ان احنا نعرف نقط اللي فيها الضعف فين ونقط القوه فين، وابدا اقوي نقط الضعف وابدا اشتغل على النقط اللي فيها قوه. فطبعا لا، الذكاء بيزيد طبعا بنظام غذائي معين، بنظام رياضي معين، باساليب تربويه معينه، باساليب علاجيه معينه، هنتداركها بعد شويه ان شاء الله. طيب تمام. انا اعرف ايه اسباب تاخر الدراسه اصلا، يعني ليه الابن ده متاخر دراسيا؟ اسباب التاخر الدراسي ده موضوع كبير جدا. تمام. نقدر نقول ان اسباب التاخر الدراسي ممكن اخده كموضوع لوحده وليه اسبابه. وممكن اخد التاخر الدراسي ضمن مجموعه من الامراض الثانيه. ممكن يكون في طفل عنده في حاجه اسمها صعوبات في التعلم، من ضمن صعوبات التعلم في تاخر دراسي. ممكن لا قدر الله يكون في اعاقه ذهنيه من نوع ما برضه تعمل لي مشكله في التاخر الدراسي. ممكن يكون في اضطرابات سلوكيه زي اضطرابات فرط الحركه وتشتت الانتباه تعمل لي برضه تاخر الدراسي. عشان كده نقدر نتكلم احنا فبقى في الاسباب. باختصار شديد جدا الاسباب، نركز في الاسباب كويس جدا. اول سبب حاجات وراثيه. اوكي. ان في مشكله في العائلات، ممكن يكون في مشكله في العيله، الاب والام او العيله عندهم ضعف في القراءه، ودي مشهوره جدا عندنا اسمها ديسلكسيا. في امراض ثانيه فيها مشكله مثلا مع النظر، في حاجات اسمها متلازمه ترنر، او في مشكله في اللغه نفسه، في حاجه اسمها متلازمه اكس الهاش اسمه فراجيال اكس سندروم. في حاجه ثانيه مهمه جدا 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 دي عشان نحمي اطفالي منها بقى، الحاجات عوامل الخطوره حوالين الولاده. في امهات بتشرب مخدرات او بتشرب كحوليات اثناء الحمل. طبعا هتاثر جدا على الطفل. الطفل بتولد ناقص، وزنه ناقص، اللي هو الفيري لو بيرث ويت انفانتس، الوزن القليل اللي يعمل الكلام ده. لو في مشكله في نمو الطفل اثناء الرحم يعمل الكلام ده. لو في صعوبه في الولاده اللي هو ولاده متعثره بيعمل لي حاجه اسمها نقص اكسجين في المخ، ويدخلني في القصه دي. في اسباب تاني حاجه اسمها اسباب طبيه. اسباب طبيه، حاجه اسمه الليد بويزنج او اللي هو التسمم بتسمم بالرصاص، او لا قدر الله حصل فيه التهابات في المخ بنسميه مينينجايتس، او حصل فيه نزيف في المخ انتراكرينال هيموريج بيأثر على المخ طبعا، او لا قدر الله حصل صدمه للدماغ كبيره جدا نسميها سيفير هيد تروما في وقت مبكر طبعا. في اسباب تانية ان في حاجه اسمه بنسميها احنا عندنا ان الطفل حرمان بيئي واجتماعي وثقافي، وده موضوع شفناه كتير قوي. ان الطفل يقعد محبوس في مكان معين بالمدة بالسنة وبالسنتين، وبتحصل كتير عندنا الناس اللي عايشين في البلاد الأجنبية أو البلاد العربية، يبقى حابس طفل بالسنة والسنتين يجي لنا هنا ما بيتكلمش ومتأخر دراسيا، لأن أنت حرمته ثقافيا وحرمته اجتماعيا. عشان ما نطولش على المشاهدين الأسباب كتيرة قوي، بس أنا عايز أركز على سبب مهم جدا جدا اللي هي الأسباب النفسية عند الطفل. الأسباب النفسية عند الطفل فعلا فعلا حاجات مهمة جدا، وإحنا كأولياء أمور بنهملها جدا. طفلك بيفهم كل حاجة، وطفلك نفسيا بيتاثر جدا، بيزعل جدا وبيفرح جدا، كل حاجه نفسيه بتاثر فيه. من ضمن الحاجات دي، في انا اعرف ناس بيكلموني ان الطفل بتاعه بيعاقبه بالحبس والضرب واللي يزعق فيه والعض
ما ده هيأثر عليه نفسيا. لو حصل صدمة نفسية كبيرة للطفل في سن مبكر هتأثر جدا. لو الطفل عنده نسبة فرط الحركة أو تشتت في الانتباه بتعمل الكلام ده. الأطفال اللي بيتعرضوا للعنف في سن صغيرة، الأطفال اللي بيتعرضوا للإهمال، ونقطة مهمة جدا التنمر ضد الأطفال. التنمر منتشر، والحكومة والدولة والإعلام قائم بحملة كبيرة جدا ضد التنمر. دي من الحاجات النفسية اللي احنا بنحاول نصلحها. أوكي. دي من الأسباب، باختصار الأسباب اللي تعمل تأخر دراسي. طيب عايزة ألجأ لموضوع مهم جدا، دايما بيقولوا يعني بعض أولياء الأمور بيقولوا إن احنا لا نسيب أولادنا نديهم وسائل الترفيه يلعبوا كتير لأن ده بيوسع الإدراك وبيزيد التركيز. هل طيب لما احنا بنسمح لهم بكده ممكن بيدخلوا ان هم يلعبوا العاب فيديو جيمز اللي هي ببجي والالعاب اللي هي اللي طالعه حديثه دي ممكن تاثر سلبي على الاطفال او على ابنائنا، ولا عادي لا ممكن تنمي ذكائهم زي ما احنا بنسمع؟ هو سؤال حضرتك في قلت حضرتك شقين. الشق الاول وسائل الترفيه، الشق الثاني الالعاب الفيديو جيمز. تمام. الترفيه ونلعب الطفل رياضه ووديه النادي ولعبوا لعبه في البيت، العبوا يعني الشطرنج. الالعاب الالكترونيه دي مش تبع الالعاب، هنقسم الاثنين. الالعاب اللي مالهاش دعوه بالالعاب الالكترونيه ممتازه جدا وبتنمي الادراك وبتنمي الذكاء طبعا. أوكي. ممتازه جدا. بينما العاب الفيديو جيمز او التعامل مع الشاشه خصوصا التعامل بالشاشه ده هيدخل الطفل في اضطرابات سلوكيه وهيدخلنا في تاخر دراسي. فاحنا بننصح اولياء الامور ان التلفزيون او الشاشه او الالعاب ايا كان الالعاب الفيديو جيمز اللي بيلعبها الطفل لا تتعدى ساعه في اليوم. يعني انا ممكن نسمح للطفل في الاسبوع من 7 ل 10 ساعات في اليوم، اكتر من العدد ده الطفل هيتاخر دراسيا وهيخش في اضطرابات سلوكيه كتير قوي. تمام يا دكتور. طيب دلوقتي عايزين نتكلم على هل في اكلات الامهات تتبعها في البيت ممكن تزود التركيز او تزود التحصيل الدراسي؟ اكلات معينه اتبع نظام غذائي معين بالذات في فتره الدراسه؟ احنا الكلام ده حضرتك قلناه في سؤال من بدري، حضرتك لما قلت لي هل طفلي ذكاء ولو هي الذكاء بتاعه ضعيف في امل او ما فيهوش امل، قلت لك في امل. ومن ضمن الحاجات قلنا اتباع نظام غذائي طبعا اكيد. في اكلات كتيره جدا. ده عندنا كمان احنا في مشكله عندنا ان احنا عندنا في حاجه اسمه نقص الانيميا او اسمه انيميا نقص الحديد، ومنتشره جدا في بلادنا اكتر من 60% من الاطفال. والحديد من العناصر المهمه جدا لنشاط المخ وللتركيز. باختصار نقول ايه الاكلات اللي ممكن تزود نشاط وتركيز المخ؟ الحاجات الاسماك زي السلمون وزي التونه، في حاجات اوميجا 3، اللحوم طبعا ما فيها من حديد، في حاجه اسمها حبوب المخ، دي نصيحه لكل الناس، اللي هي اسمه الشوفان وعين الجمل ممتاز جدا. الفول السوداني حاجه بسيطه، وزبده الفول السوداني ممتازه جدا جدا جدا. الخضروات الملونه زي الجزر وزي الكوسه. الحبوب الكامله ممتازه جدا. البيض حاجه بسيطه جدا. الالبان من الحاجات اللي بتزود. المشكله ان دلوقتي كله اعتمد على الوجبات السريعه، الفاست فود هي اللي دي مشكله. ده مشكله كبيره جدا. طيب هل موضوع السهر لما الاطفال بتسهر كتير ده ممكن ياثر على التحصيل الدراسي؟ وعايز اعرف من حضرتك ايه عدد الساعات الكافيه اللي المفروض الابن ينامها؟ وده برده عايزه جزئيه تاني، هل عدد الساعات اللي انت هتقولها حضرتك دلوقتي لازم تبدا من ساعه محدده، ولا ممكن هنسيب ابني مثلا لحد الساعه 3 وينام لحد الساعه مثلا 9، خصوصا ان فتره كورونا دلوقتي والمدارس بقى يومين، ففتره باقي وقت الدراسه بيناموا في البيت. كل اولياء الامور بيعانوا دلوقتي من النوم للاطفال. حاجه صعبه. بالنسبه لموضوع النوم، النوم مهم جدا للاطفال والكبار. حضرتك النوم بيعمل ايه؟ النوم بينظم ضربات القلب، احنا طول اليوم شغالين وطول اليوم فحضرتك ضربات القلب سريعه، فالنوم بينظم ضربات القلب، بينظم النفس، بينظم موجات المخ، بينظم الاجهزه في الجسم، ده بالنسبه لكل الناس. في الاطفال خصوصا النوم ليه عامل كبير في التطور والنمو. لان حاجه اسمها هرمون النمو جروث هرمون بيزيد اثناء الليل. تمام. فعشان كده الطفل لازم ينام وخصوصا بالليل عشان نساعده في التطور العقلي وتطور النمو. يبقى اذا احنا قلنا يفضل الطفل ينام بالليل. ما ينام كام ساعه؟ الطفل المفروض من 6 ل 13 سنه ينام من 9 ل 11 ساعه في اليوم. طيب السؤال الثاني يا دكتور، طب افرض الطفل نام الصبح الساعه 8 الصبح مثلا، ينام 6 ساعات بعد كده؟ هو ينام، ما هتقول ممكن ينام 9 ساعات بس ينام لا طبعا. احنا قلنا ان في هرمون النمو الجروث هرمون ده اكتر افرازه ليلا، فاحنا يفضل الطفل ينام ليلا. تمام بالظبط، عشان يزيد تركيزه ويزيد ادراكه بعد كده في الحضانه او في المدرسه، ما يبقاش ينام في المدرسه او الحضانه. عايزه حضرتك توضح لي ايه الخطه العلاجيه اللي اتبعها مع ابني علشان التاخر الدراسي عشان اعالج كده. طيب. وعايزه برضو جزئيه ثانيه، هل انا عشان انمي ذكائه ممكن في البيت، ولا لازم الجا لدكتور مخ عصب؟ والله هذيك يا استاذ نرمين داخله فيها داخله فيها داخله فيها داخله داخله شديد. احنا عايزين نكتسب من حضرتك اكبر قدر من المعلومات. انا عايز اقول حاجه مهمه جدا قبل ما اتكلم في طرق العلاج واتكلم في ازاي ازود الاساليب.
في سؤال مهم جدا احنا ما قلناهوش للساده المشاهدين، انا اعرف ازاي ان طفلي عنده تاخر دراسي؟ ايه الاعراض اللي ممكن الاقيها في طفلي؟ ودي رساله مهمه جدا، انا لو وصلناها لكل بيت هيبقى احنا وصلنا رساله كبيره جدا. تمام. الاعراض اللي ليها علاقه بالتاخر الدراسي تختلف من طفل لطفل، فياريت نركز جدا جدا، لان حضرتك طفلك المتاخر في المدرسه في مشكله اللي هي في الكتابه او مشكله في القراءه او مشكله في البصر او مشكله في السمع. لو عرفنا الاعراض دي هنبقى احنا فدنا المشاهدين افاده جامده جدا. ممكن الطفل يكون عنده اضطراب في الادراك الحسي. يعني ايه باختصار؟ يعني الطفل فيه مشكله عنده في الاحساس، مش شايف كويس، في مشكله في الابصار او مشكله في السمع او مشكله في اللمس او في حاجه اسمه التحس العميق، ده يدخلني برضه في تاخر دراسه. في حاجه اسمه الادراك الحركي. الادراك الحركي ودي موجوده كتير جدا عندنا، بنشوف الادراك الحركي بنقسمه لثلاث حاجات باختصار عشان المشاهدين ما يتوهوش مننا. حاجه اسمه ادراك حركي بسيط اللي هو بنسميه فاين موتور، وفي حاجه اسمه تنسيق حركي كامل اسمه جروس موتور كوردينيشن، وفي حاجه اسمه الجرافي موتور او اللي هو الرسم الحركي. باختصار لو في مشكله في الحركه الدقيقه الطفل مش بيعرف يكتب الحرف. طيب معانا دلوقتي اتصال هاتفي، مدام مرسيل اهلا بيكي. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكي، نورتين في البرنامج. اهلا وسهلا. كنت حابه بس اعرف الطفل اللي بيتاخر في الدراسه وعنده تشتت في الانتباه، احنا المفروض نحاول نعمل له ايه؟ يعني هو في المدرسة مش بيركز كويس مع الميس، مش بيكتب وراها، مش ما عندوش تحصيل دراسي كامل، ما بيعرفش يقرأ، هو في تاني ابتدائي حاليا ومش عارف يقرأ ويكتب كويس. وفي المدرسة هما طبعا دلوقتي ما فيش برضو ان هما تركيز مع كل الأطفال، فاحنا عايزين نعرف احنا المفروض نبدأ معاه ازاي. ان احنا مثلا ممكن ادوية معينة ممكن الدكتور يقولها او حاجة معينة نبدأ معاه بيها. طب ان هو كمان عنده. طب الدكتور عايز يسألك ان هو بصي حضرتك سمعني دكتور عايز يوجهلك سؤال بس. فضل. طب وحضرتك هو الانتباه بتاعه في المدرسة بس ولا الانتباه بتاعه ضعيف في كل انحاء، ضعيف في البيت وضعيف في الشارع وضعيف في الحضانة؟ ما انا لسه كنت هقول لحضرتك يا دكتور، هو كان في البيت لو طلبت منه مثلا حاجة من مكان معين يبقى مش مركز ويروح مكان تاني، مثلا لو قلت له مثلا لو هات النضارة مثلا من على الكومودينو، لا ممكن يروح يفتح التلاجة، يعني التركيز بتاعه ضعيف جدا، ممكن يرجع لي تاني يقول لي انت قلت لي ايه؟ انت طلبت مني ايه؟ طيب اخر سؤال لحضرتك، الطفل ده شقي وبيضرب الاطفال؟ شقي وفي فرط حركه كتير قوي، وبيقعد حتى مش بيقعد ساكت، ولما بيقعد حتى على الكرسي بيقعد يعمل اصوات غريبه كده اللي هو ايه كده يعني. وبرضو مع الاطفال ممكن يبقى عنيف معاهم، يعني ما يلعبش بالقدر الكافي مع الاطفال، لا ممكن يضربهم كمان. تمام. شكرا لك يا مدام مرسيل، والدكتور دلوقتي هيجاوب عليك. اتفضل. ميرسي جدا لحضرتك كده، ميرسي لحضرتك. شكرا شكرا. مع السلامه. هو حضرتك ده مشكله من المشاكل الكتيره قوي بنواجهها، وده الطفل ده في الاغلب عنده حاجه اسمه فرط حركه والتشتت في الانتباه اللي هو بنسميه الاي دي اتش دي. وحضرتك ممكن تتابعي الحلقه اللي فاتت مع برنامج النجمي، احنا اتكلمنا عن فرط الحركه وتشتت الانتباه، وادينا اعراض كامله لحضرتك اللي بتقوليها دي بالظبط، وادينا وصفه علاجيه متكامله حضرتك عشان الوقت، ممكن تسمعيها في الحلقه اللي فاتت. تمام. شكرا لك يا دكتور وشكرا لوجودك معايا. الوقت البرنامج جه بسرعه كده. الوقت حضرتك ما بينتهيش. شكرا، امتعتنا واستفدنا من حضرتك معلومات كثيره، وعايزين نكرر برضو اللقاء مره اخرى. احنا اسعد بوجود الاستاذ ممدوح ان شاء الله. احنا اسعد في نرمين. اتمنى كنا عرضنا ماده دسمه ومعلومات طبيه مفيده، وان شاء الله الدكتور نستضيفه تاني يجاوب على كل تساؤلاتكم. دلوقتي هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني مع فقره مميزه جدا، استنوني.